كاس وصل. نشوف مين اللي كاس النهارده باذن الله يعني. كاس في طبعا اللي توقعه النهارده قليل جدا، لان طبعا كان كله متوقع اهداف كتيره، وكان بيقولوا اسماء غير اسماء ناصر ماهر ومروان محسن، اسماء قليله قوي اللي توقعوا، لكن توقعوا. لا انت عيد ميلادك النهارده، لازم النهارده نحتفل بيك وتسحب كمان للبيت. من حاجات غريبه نحتفل بيك. لا انت حبيبي، منين الجرافته؟ وريني الجرافته دي. رجب ولا مين؟ ده رجب. رجب. الورق كله رجب. محمد وليد. محمد وليد. اثبت يا كابتن، الكاميرا هتجي لك علشان تشوفه. محمد وليد. برافو يا محمد. هات يا كابتن دي لو سمحت. الاسم التاني. أنا برضو؟ أه برضو. أنت النهارده لازم ندلعك يا كابتن شريف. حلو الاسم ده. مصطفى أبو زهرة. سمير بيقول لك اثبت، تحس ان في ظابط هيثبتنا. انا ثابت اهو. تمام؟ يلا يلا. في حد تاني؟ لا خلاص كده اثنين. احنا بقى بنديله الفرصه النهارده كابتن اسامه كابتن ماهر عشان عيد ميلاده. لا حقه حقه. اه والاستاذ ايمن بدر ظبطه في التورتايه. اه بنشكر الاستاذ ايمن بدر. مش هتكلم، ما بيجيبليش حاجه خالص انا. احنا عايزين نحيي بقى محمد وليد ومصطفى ابو زهره ده على التنبؤات، واخد بالك؟ وده بيدل جميده ان بقى في ثقافه كرويه عند جمهور النادي الاهلي بشكل كبير. فاحنا بنحييهم يعني من خلال برنامجك، ونتمنى بقى طبعا المكسب لكل اسبوع يا ميدو بقى، ولا كنت هتعمل ماهر بيكسب جمهور؟ والله يا كابتن ماهر كل ماتش ان شاء الله، طالما على ربنا كده بيسهلها ان شاء الله كل ماتش. احنا عايزين نديكم كل حاجه بصراحه لجماهير النادي الاهلي، بس يعني المره الجايه ترنجات بقى، عايزين ترنجات بقى تبعد الجول. اول ما ينزل الترنج الجديد تجيب له كل واحد ترنج. كوره وترنج. امال ايه؟ انت بتورطنا يا كابتن شريف. دول بيطلعوا لغايه برج العرب ويرجعوا من برج العرب، دي طلع عينيهم. لازم احنا بتورطنا يا كابتن شريف. بره بيعملوا كده. محمد صلاح لما اي حد بيزوره في لندن بيرجع بحاجات قد كده. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. شكرا. مبروك. دايما كده موفق باذن الله يا رب. كابتن ماهر النهارده شرفته. الف مبروك. مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. كابتن اسامه قاذف الجبهات. مبروك كابتن. شكرا. نورت وشرفت. شكرا. نطلع فاصل علشان نستقبل النجمين اللي كسبوا التيشيرتين المباراه اللي فاتت، توقعوا صح وطلعوا في القرعه ان شاء الله كلكم تكسبوا. نطلع فاصل نستقبلهم، اشوفكم بعد الفاصل.